الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الصدقات، باب الحوالة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار شيخ الإمام البخاري حسن الحديث. قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك إضاعة المال الحجاز، كان ثقة ثبتا أمينا، كان فقيها محدثا، وكان يدلس ولا يدلس إلا عن السخ. قال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي عن أبي الزناد عن الأعرج، هذه السيرة مشهورة جدا. أبي الزناد هو نسيت؟ لا عكس، نسيت ولا ما نسيت؟ قلت الأب الزناد الأعرج عن أبي هريرة، هذه السلسلة مشهورة جدا أيضا ولها أحاديث كثيرة. بالزاد هو عبد الله بن زكوان، ممتاز. والأعرج هو عبد الرحمن نورمز، نعم، من الثقات الأثبات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أبو هريرة من السبع المكثرين، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم مطل الغني، وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن توبة من الثقات. قال: حدثنا هشيم بن بشير ومن الثقات الأثبات، من عام الشام، لكنه دارس تدريس في السويد. عن يونس وعن عم هنا يونس، لكن حديث جاءت حديث في المد قوي، يونس بن عبيد ومن الثقات. قال عن نافع، مولى ابن عمر، ومن أثبت الناس وأوثق الناس في ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضاه، صحابي ابن الصحابي الجليل، وهو من خيار الصحابة الأثري، كان من العبادلة الأربعة من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبعه. نعم، الكلام هنا على مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الحوالة. كلام هنا على مسألة من الأهمية بالمكان، وهي مسألة الحوالة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال مطل الغني ظلم. الحوالة هي نقل دين من ذمة إلى ذمة. زيد له 100,000 على عمرو، وأيضا عبيد له على زيد 100,000. فهنا المسألة ثلاثية: زيد له على عمرو 100,000، وعبيد له على زيد 100,000. فأحال زيد عبيد على عمرو، أحال زيد عبيد على عمرو. لتتصوروا هذه الحوالة، هي نقل دين من ذمة إلى ذمة، نقل دين من ذمة إلى ذمة، نقل الدين من ذمة عم من ذمة زيد إلى ذمة عمرو. عبيد يعني يحال عليه. في قول صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. وهذه أول مسائل، مطل الغني ظلم، فيها دلالة واضحة جدا على أن الغني الذي يملك السداد ولا يفعل بأنه ظالم، وفي ظلمه يحل عرضها وعقوبته، كما قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم ويحل عرضها وعقوبته. وهذه من حب الناس للمال وحب الناس للدنيا، وفيها ما فيها من التعدي على حقوق الغير. وإن الإنسان لو استبصر طريقه على خطر الدين وخطر ما يكون له من الدين، بأنه لو كان من أصحاب الدرجات العلى من الفردوس الأعلى ونزل قبره عليه دين، فإنه يحبس به. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما توضع الجنازة، يقول: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم. فيقول: هل ترك من وفاء؟ فقالوا: يقولون: لا. يقول: صلوا على صاحبكم، حتى فتح الله عليه سبحانه وجل فعلا، ثم قال: أنا يعني من ترك ضيعة فعليها، من ترك مالا فلورثته. وفي ذات مرة صلى الله عليه وسلم وقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. قال: هل ترك وفاء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. فقام قتادة أو أبو قتادة فقال: عليهم يا رسول الله. وبعد ثلاث أيام قال: أما رأيت أنني قد يعني دفعت دين فلان؟ فقال: الآن بردت جلدته. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
هذه هي الحوالة، والحوالة هي معاملة صحيحة، وهي أصلها في نفسها جائزة بالسنة وبإجماع للسنة بل وبالنظر. أما السنة فهذه الأحاديث العظيمة التي جاءت مصرحة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيل على مليء فليحتل، ومن أتبع على مليء فليتبع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبعه. وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب، هذا الذي استمسك به الجماهير على أنه لو حدث الحوالة لا يرجع له مرة ثانية كما سيأتي. وقد أجمع العلماء على صحة الحوالة، أجمع العلماء على جواز الحوالة. ومن النظر أيضا، ومن النظر بأن الحوالة لما تتبعت هاته وضع هنا هاته. وأما بالنسبة للنظر فإن الحوالة فيها ما فيها من الإرفاق، وفيها ما فيها أيضا من سد العوز، وفيها ما فيها من وفيها ما فيها من الرفق بالدين وأيضا بالمدين، ومن التعاون على البر والتقوى، ومسألة الإحالة مسألة لسد العوز. نعم. قال ابن المنذر في الإجماع: أجمعوا على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل مالا معلوما بأمره أن الضمان لازم له، وله أن يأخذه ممن ضمن منه. وقال جماهير أهل العلم في الحوالة: إذا أحال زيد عبيد على عمير بنفس المال، نحن تكلمنا في شرح الترمذي أن هناك شروط لصحة الحوالة، بينا بأنه المال لابد أن يكون واحدا متماثلا، ذهب 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 صحيح ذهب صحيح، ذهب مكسر ذهب مكسر، والقدر إما نكون معه على نفس القدر أو أعلى منه، والأجل أيضا من التحادي كما فصلنا القول سابقا في شرح الترمذي في الكلام على شروط الحوالة وصحة الحوالة. المسألة هنا المهمة في هذا الباب في ضمان الدين بأن المالك والشافعي وأحمد قالوا بأنه لو أحاله على مليء، لو أحاله مليء فإنه لا يرجع عليه بعد ذلك إن مات أو أفلس. يعني لو أحال زيد عبيد على عمير فإنه بعد الإحالة، وأحال وكان مليئا لم يعد مفلسا، وأفلس بعدما أحال وأفلس أو مات لا يرجع على زيد، يكون قضاء لا نزل عليه، يكون قد قضى الله نزل عليه فلا يرجع إلى زيد، برئت ساحته. وبراءة الساحة هنا من أين أخذوا بها؟ أخذوا بها من صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: فليتبع فليحتل، أمر وظاهر الأمر الوجوب. وإذا لم يشترط العلماء رضا المحال، ولا المحال عليه، لم يشترط العلماء رضا المحال، ليس شرطا. فالصحيح أنه ليس شرطا لصحة الحوالة أن يرضى، لأنه هو ما يريد منه إلا المال، والمال موجود في ذمة أخرى. ولذلك العلماء اختلفوا مسألة تكييف الحوالة، هل هي بيع دين بدين، يدخل بيع دين مستثنى من بيع الدين بدين؟ قال به الفقهاء، قالوا بأن الحوالة هي تعتبر رخصة من النهي العام بيع الدين بالدين، لأنه قد ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، بيع الدين بالدين، قالوا استثنى من ذلك الحوالة. والصحيح أن الحوالة عقد إرفاق وعقد استفاء مستقل، الحوالة عقد إرفاق وعقد استفاء مستقل، هذا الراجح الصحيح في الحوالة. لكن هنا خالف الأحناف الجمهور في ذلك، وقالوا بأنه إذا أفلس لو أحاله فأفلس أو مات يرجع على المحيل، المحتال يرجع على المحيل. أبو حنيفة قال: للمحتال أن يرجع على المحيل إذا مات المحال عليه مفلسا أو جحد الحق، وهذا مخالف للظاهر الحديث، قال فيه سنة فليتبع فليحتل، وهذا واجب. ولو كانت المسألة فيها صحة الرجوع لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. يعني الآن يبين النبي صلى الله عليه وسلم عقد الحوالة ويبين كيف صحة الحوالة، ولم يفصل القول في مسألة الرجوع، دل ذلك على أنه لا يرجع، لأنه قال آمرا وظهر الأمر الوجوب، قال فليحتل فليتبع. فهذا الصحيح الراجح وقول الجمهور بأنه تكون قد برئت ساحته، المدين قد برئت ساحته، المحيل قد برئت ساحته
وأن المحتال لا يرجع إذا جحد أو المحال عليه إذا جحد أو إذا أفلس لا يرجع على المحيل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم مطرًا يظن وإذا أتبع أحدكم على وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل وفي رواية فإذا أتبع فليتبع وجوبا وتبرأ ساحته بذلك وهذا الراجح الصحيح. إذا قلنا بأن الحوالة صحيحة فإننا لو عدينا الأمر إلى الحوالة الحوالة البنكية والفرق بينها وبين السفتجة لأن فقه أو فلسفة الحوالة البنكية هي السفتجة. السفتجة كانت معروفة من الزمن الأول في الرعيل الأول كانت السفتجة هذه بأن زيد يكون في العراق مثلا حماها الله وحفظها ورفع عنها يد الأخباث فهذه والراجل يريد أن يسافر إلى الشام حفظها الله ورفع عنها الهم والغم ولا خير في أحد إذا فسد أهل الشام فيأتي أهل الشام فهو يريد أن يذهب إلى أهل الشام ويخشى من قطاع الطرق وما أكثر قطاع الطرق فيكون عنده مثلا 100,000 دينار فيكتب له ورقة خطابا إلى عماله في الشام بأعطوا فلانا عندما يصل إليكم أعطوا له 100,000 دينار فتكون السفتجة هذه الورقة هذه مسافة الشيك أهو الآن ويكون المال هناك هذه السفتجة كانوا يستعملونها خشية من قطاع الطرق وصاحب ذلك وأجمعوا على جواز السفتجة. فلو نظرنا إلى العلاقة بين الحوالة البنكية والسفتجة تجد أنهما يتفقان ويفترقان يتفقان في مسألة أنها تأخذ من بلد تذهب إلى بلد أخر لكن الحوالة البنكية ممكن من نفس البلد لكن من بنك إلى بنك لكن هذه من بلد لبلد لأن العلة الخشية من قطاع الطرق وأيضا السفتجة تكون على نوع واحد من المال 100,000 دينار 100,000 دينار كأنها خرج رد بنفس القيمة لكن الحوالة البنكية تكون إما بنفس العملة أو بعملة أخرى فلسفة الأمر بقى هنا الآن في الحوالة في هذا الباب أن هذه الحوالة البنكية بأنه يأتي زيد إلى البنك ويقول أريد أن أحيل هذا المال على لبلدي مثلا هو في الشام يريد أن يبعث المال إلى مصر يذهب إلى البنك والبنك يكتب له في الدفتر اليوميات ويعطيه صكا الصك هذا بمثابة الشيك فبعض العلماء يرى بأن الكتابة تعتبر قبضا يعتبرونها قبضا حكما ويعتبرون الشيك بمنزلة المال لما؟ لأنهم يقولون بأن هذا الشيك لو أنت وضعته في المحكمة أو رفعت به قضية تقبل لكن الحق أنه ليس مالا هو ليس المال لكنهم أنزلوه منزلة المال فصح ذلك أنه إذا أخذ طبعا الحالة الأولى في الصرافة أن يأخذ منك 10,000 دولار ويبعثها في نفس البلد بنفس العمرة أنت في الشام تريد مصر فيبعثها لمصر 10,000 دولار ويأخذ منك شيء اسمه أجرة الوكالة وهذه تعتبر صيغة المعاملة أنه وكيل وكيل منك وكيل عنك قبض وسلم وأخذ الأجرة على ذلك وصح ليس فيها ثمة شيء المشكلة كل المشكلة أنه يأخذ منك 10,000 ويعطيها في بلدك 10,000 دينار 100,000 دينار يعطيها كذا بيعك في شيء ولكن زيادة بيد إذا اختلفت الأصناف هنا هذه المسألة المعضلة هنا أن هنا فيها معاملتان المعاملة الأولى معاملة صرف لأنه أخذ 10,000 دولار ويعطيها دينارات يبقى صرف والمعاملة الثانية معاملة حوالة يبقى هو عمل عقدين في عقد هنا الآن صرف وحوالة أما الصرف ما في تقابض في المجلس الصرف ما في تقابض في المجلس إلا عندما قال بأن هذا الشيك أو هذا الصق ينزل منزلة المال ثم بعد ذلك يأتي بالحوالة الحوالة كيف الحوالة فتكون بهذه السفتجة فهو إن كان 100,000 دولار هو بيحولها عنده هو دينارات ويعطيها هناك دينارات ويأخذ بذلك أجرة التوصيل اللي هي الحوالة هذا بالنسبة للحوالة البنكية هذا بالنسبة للكلام على الحوالة البنكية والحق أن فيها مآخذ ومآخذ كثيرة والربا يعني يشوبها
فنسأل الله أن يطهر يعني أموالنا وأن يطهر قلوبنا وأن يعني يجعلنا أبعد الناس عن الربا. الفوائد المستنبطة من هذا الباب: الأصل حفظ حقوق الناس. قال: مطل الغني ظلم، إعمال المفهوم، مطل المعصر ليس بظلم، إذن لا يحل حبسه ولا عرضه ولا عقوبته. وأنت ترى كثير من الناس الآن يعني صراحة يخالفون الشرع، وتراهم بشيكات معهم وناس على إعصار ويقدمون الشيكات للمحاكم. هذا ظلم بين، لأن سلم ما قال مطل الفقير ظلم، قال مطل الغني ظلم. يبقى مطل الفقير ماذا يفعل؟ وذلك ابن أبي حضرت قال أبي لكعب مالك قال إني معصر، لذلك قال سلم أن ضع الشطر ثم أشار إلي أن قم فقده. السياق من المحكمات، السياق من المحكمات ومن المفسرات أيضا. كيف ذلك؟ قال مطل الغني قمت مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وصفانه الآن قال إذا أتبع أحدكم على مليء، لو أتبع على مفلس الحكم يختلف، يبقى لا يتبع ولا يؤخذ به. فقال وإذا أتبع أحدكم على مليء، فإن توفر الشرط هنا توفر مشروط وجاء الحكم، والصحيح أنه تبرأ ساحة المحيل. ونسأل الله رفع ولا أن ينفع بذلك. لو في أسئلة فضل شيخ، مسألة قلنا أنه إذا أتبع بعد فيجب عليه أن يتبع حتى وإن أفلس المتبع عليه، لو أفلس بعد الحوالة ليس قبلها، لأنه قال على مليء. نعم. حتى وإن صحيح وإن مات. طب إن كان إن مات الرجل وليس له ورثة يحملون عنه دينا، فبذلك يقدم البينة على الدين من أجل أن يأخذ المال، لأنه سيذهب بهذا المال إلى بيت مال المسلمين، سيذهب إلى بيت مال المسلمين، فيقدم للقاضي هذه البينة فيأخذ مال. ما سمعنا إيش؟ شيك. قلنا الشيك أنه يقولون بأنه ينزل منزلة المال فيعتبرونه قبضا، وحتى الكتابة في الدفتر نفسه اليوميات يعتبرونه قبضا يوميا، قبضا حكما. يقول لا يحيل على مدين، ولو أحال عليها له أن يقبل؟ لا، بل لا يجوز. ولو احتال يعني لو أحيل فله الرجوع، لأن الوصف مقيد. قال فإذا أحيل أحدكم على 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 مليء فليتبع. هل يدخل في حكم المماطل الغني غائب ماله عنه؟ الغني الذي غاب ماله عنه معسر، فلا يدخل في قول سلم مطل غني ظلم. نعم. وهل يدخل أيضا كل من الذي معه حق كالزوج لزوجته؟ كيف يعني؟ لو كان غنيا وما طالها من الطعام والشراب والثياب يدخل في ذلك. يقول الإحالة لابد أن تكون على مليء. نعم لابد، الوصف مقيد. هل يجوز أن يحيله على مشتر عليه ثمن في مدة الخيار؟ يحيل على مشتر عليه ثمن؟ لا، لا يجوز الإحالة هنا لأن المال غير مستقر، وهذه من شروط الحوالة أن المال يكون مستقر، فالمال غير مستقر هنا. ممتاز. من الذي سأل هذا السؤال؟ سلف يوم عنده عمق نظر صراحة. ممتاز. كان في وكيل محل عليه ولو مثلا بيقول لصاحب المال حتى لو كان طالما قرر الدين وما جاح له خلاص الحقوق هنا ليس المسألة فيها المواد من الحب. لما جاء الرجل عمر بن الخطاب قال له اني ابغضك، قال بغضك ليمنعني حقي؟ قال لا، قال انما يبكى على حب النساء. ابغض كما شئت، يعني المساله يريد حقه وخلاص. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.